كل الشكر والتقدير ليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لنادينا العظيم ولاعبتنا اللي النهارده في مباراه الجوله الثانيه الاهلي واسوان على ملعب الاهلي والسلام في السابعه مساء. مباراه لها تحضير مهم جدا بعيدا طبعا عن المباراه اللي قدام، يمكن النادي الاهلي واجه اسوان في مباراه وديه، لكن تعرف طبعا اختلاف كبير جدا المباراه الوديه وايضا كمان مباراه بطوله الدوري العام. يعني الطمانينه الكبيره والثقه الحقيقه اللي احنا شفناها من لعيبه النادي الاهلي في المباراه الاولى مباراه الاسماعيلي، تركيز ورغبه كبيره جدا واصرار وقياده فنيه كانت اكثر من رائعه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. اما بتسمع كابتن ايمن في وسط المدرج الكلام وعلى التحضيرات وعلى تغيير كريم فؤاد وعلى ثبات الحقيقه اليو ديانج على شادي حسين وتالقه الكبير جدا، تغييرات كانت ليها مردود كبير جدا عن كل جمهور النادي الاهلي وايضا كمان لينا وكل المتابعين، شايفه ان في قراءه فنيه مميزه جدا. التحضيرات بتتم على قدم وساق بالنسبه للجهاز الفني، لعيبه النادي الاهلي مساعده بشكل كبير للجهاز الفني على فرض التكتيك وفرض السيطره والاسلوب. اسماعيلي كان خصم عنيد جدا، المباراه يمكن انتهت بنتيجه 1-0 لكن الاداء كان مميز جدا والرغبه كانت كبيره، فبنعمل ان شاء الله زي ما شفنا الرغبه والاصرار الكبير في المباراه الاولى تستمر حتى نهايه بطوله الدوري العام. هي رساله مهمه جدا في البدايات، الرساله اكيد وصلت للجميع ان النادي الاهلي سيكون مختلف بشكل كبير جدا عن الموسمين الماضيين تحديدا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتواجد في كل منصات التتويج في كل البطولات ان شاء الله المشارك فيها. زي ما كل طبعا جمهور النادي الاهلي متعود بننقل كل الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي من مقر الفريق هنا في فندق الاقامه حتى ملعب المباراه، كل الاجواء الخاصه بها دي المباراه، ترتيبات الخاصه النهارده يمكن اليوم انت عارف المباراه 7 مساء فالتحضيرات بدري شويه، يعني يمكن كان وجبه غداء النهارده 12 ظهرا، محاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه للتاكيد طبعا على كل الامور وايضا كمان الثغرات ونقاط القوه والضعف، التكتيك، التشكيل، كل المهام والواجبات الهجوميه والدفاعيه. فان شاء الله باذن الله يكون في استيعاب كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ويكون الحماس والرغبه والاصرار الكبير جدا اللي احنا شايفينه مستمر معاهم لحظه بلحظه في 90 دقيقه هتكون مهمه جدا مع فريق النادي الاهلي في خصم ايضا كمان هيكون عنده الرغبه وعنده الحضور وعنده ايضا كمان مدير فني مميز جدا واحد من ابناء النادي الاهلي الكابتن ربيع ياسين، عندهم توليفه مميزه، فريق اسوان قدر ان هو يدعم بشكل كبير، فمحتاجه تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. بنعمل ان شاء الله باذن الله زي ما شفنا ثبات اليو ديانج الكبير جدا، تمريراته كانت متقنه جدا، يعني قطع الكره كانت وصل ل 16 44 تمريره صحيحه. كمان يا كابتن ايمن النقطه المهمه، يعني اليو ديانج واخد انذار في اول 3 دقائق من المباراه، ثباته ويمكن ضبط النفس الكبير جدا اللي كان متواجد معاه على مدار الدقائق وانتهاء المباراه كان مهم جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله زي ما خد لاعب الجوله الاولى يستمر كل لاعب في النادي الاهلي في كل مباراه يكون حاصل على احسن لاعب في الاسبوع كله بالكامل. بنتمنى ان شاء الله باذن الله المؤازره الكبيره من جمهور النادي الاهلي، السر والنجاح والدعم والسند اللي بيدي باور كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. كولر ايضا كمان ان شاء الله يكون موقف في القياده الفنيه في اختيار التشكيل الامثل النهارده، كمان بيتواجد بيرسي تاو بعد غياب كبير جدا في قائمه فريق النادي الاهلي. هي التحضيرات هتكون بالنسبه له يعني ممكن ياخد وقت بسيط جدا في مباراه اليوم، لكن التحضير الاكبر ان شاء الله باذن الله نشوفه في مباراه السوبر اللي بنتمنى ما تكونش واخده حيز من يعني فكر النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، مباراه بمباراتها بنقفلها ونبدا ان شاء الله نفكر في القادم ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. مستمرين معاك بالتاكيد يا كابتن ايمن لحظه بلحظه بننقل كل الاجواء والكواليس الخاصه بمباراه اليوم الاهلي واسوان من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كريم اتكلم في تفاصيل فنيه